هكذا تمكن 7 طلاب لبنانيين لا تتخطى أعمارهم 16 عاماً من ترسيخ اسم لبنان في عالم التكنولوجيا. 7 متفوقين من ثانوية الأرز الثقافية شاركوا في مسابقة روبوتكس العالمية التي تستوجب برمجة رجل آلي للقيام بمهمات لمساعدة المجتمع. في الولايات المتحدة وقفوا قدموا اختراعهم أمام لجنة تحكيم تضم بين أعضائها مسؤولين من الناسا، وبكل جدارة انتزعوا المرتبة الثانية متفوقين على 80 فريق من 50 دولة حول العالم. كان الموضوع عن كوارث طبيعية، لازم الفريق يلاقي كارثة ويلاقي لها حل. اخترنا التسونامي بما أنه ما في إلا بعد حل مطبق، فنحن عملنا كتاب مؤلف من 15 صفحة بيتضمن المشكلة، كيف العالم مفروض تتصرف خلال التسونامي وشو الحل اللي نحن اقترحناه. قدمنا الروبو للحكام بيسألونا عنه ومنمشي المشينات اللي كانوا عنا على الطاولة. غلبنا الصين اللي كانوا كتير منافسين معنا السنة الماضية، هالسنة تفوقنا عليهم، كمان أمريكا تفوقنا عليها اللي هي طلعت تالت. على مدى أكثر من 6 أشهر كد هؤلاء الأبطال في العمل ووصلوا لهدفهم. تيمنا هو تيم تعب كتير، فريق نام وتعب بالمدرسة أحيان. هيدا أكيد يعني حلم لكلنا وحلم للبنان وتحقق. في كتير دول مش حتى بتعرف وين لبنان، مش حتى بتعرف شو هو لبنان، يجوا يسألونا أنه وين لبنان. لحظة الفوز فاقت الوصف، الكلام لشرب النجار الأستاذ المشرف على عمل الطلاب. لاحظت علينا النتائج، بتحس العالم وقف لثواني. هؤلاء الشباب والصبايا هن بيمثلوا مستقبل لبنان، هن لبنان بحد ذاته. لكن في خضم كل هذه الفرحة تبقى الغصة في القلب. المؤسف هو عدم وجود اهتمام رسمي من قبل الأجهزة المعنية بالدولة اللبنانية. صحيح أنهم قد يكونون صغارا بنظر البعض، لكنهم بكل تأكيد جيل المستقبل، جيل بدأ باكرا بمنح لبنان ما بخلت عنه أيادي المسؤولين.